تحولت المدارس التابعة لوقف المعارف التركية في السودان إلى مصدر فخر لتركيا من خلال نجاحاتها ومساهماتها في تطوير جودة التعليم والموارد البشرية السودانية. أنشأت تركيا عام 2016 وقف المعارف ليتولى إدارة المدارس في الخارج بما في ذلك المدارس التي كانت مرتبطة بتنظيم جولن الإرهابي، إضافة إلى تأسيس مدارس ومراكز تعليمية جديدة بمختلف دول العالم. وفي وقت قصير تمكن وقف المعارف من إعادة تهيئة 6 مدارس كانت تابعة لتنظيم جولن سلمتها الحكومة السودانية للوقف عام 2017. بعد أن كانت المدارس تضم نحو 900 طالب خلال فترة تنظيم جولن، ارتفع عدد طلابها في فترة وقف المعارف إلى نحو 2000 طالب، وباتت واحدة من الخيارات الأولى للعائلات السودانية الراغبة بتوفير تعليم جيد لأبنائها.